يوس يوس يوس. السلام عليكم إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. نابولي تنجح، نابولي نجحت في لاثيرابية اللي كنت درت عليها واحد الفيديو هذه شي يومين ولا ثلاثة. كانوا جربوها في واحد الباتسينتي، يعني واحد الباتسينتي مصاب بكورونا فيروس، وغادا نابولي تنتصر إن شاء الله. نابولي غادا في هذا العلاج هذا كيديروه الناس دوك اللي كيوصلوا لا سيتواسيون ديالهم كريتيكا، اللي كيضربوا بلا بولمونيت، حيت ما عارفين هاد الفيروس هذا كيضرب البولموني، كيضرب الرئه، وكيضرب القلب، وكيوصل الناس الاكتوس، وكيوصلها لا بولمونيتي والكريتيكا ريسبيراتوري، ما كيبقاوش يريسبيريو الناس. داروا تجارب نابوليتان، يعني دكتور باولو اشيلو وعاد ديريتوري بيولوجي سينتيفيكو، جيراردو بوتي وفرانكو بوناغورو ديلا بيولوجيا، وفينشينزو مونتيساركيو في نابولي في الاسبيتالي دي كودونيو، ان كولابوراسيوني مع الشينوا مع الشينيزي، داروا واحد العمل مشترك فيما بينهم، يعني داروا واحد العمل جلوبال ما بين هاد الاطباء هادو، وداروا هاد لا ثيرابيا كما قلت لكم اللي جربوها في 21، ديجا جربوها في 21 باتينتي شينيزي مصاب بهاد البولمونيتي دا كورونا فيروس، ونجحوا في هاد لا ثيرابيا. نادو نابوليتان داروا كولابوراسيوني مع الشينوا وجربوها هنا في نابولي ونجحات. يعني واحد من الباتينتي اللي كان كريتيك وكانت مازمه الظروف ديالو رجع كيتنفس يعني، وتحسن، ومن بعد ملي شافوا هذوك الجوج كاينين في تحسن جربوها في جوج اخرين وبداو غادا الامور كتحسن. نابولي كتعطي سينيال بوزيتيف، كتعطي واحد السينيال ديال 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 المقاومه لهذا الفيروس هذا، يعني نابولي غادا في طريق الانتصار لهذوك الناس اللي كيتازموا اللي كيتصابوا بكورونا فيروس وكيتازموا، يعني الحالات ديالهم كيتازموا. نابولي نجحت في هذا العلاج هذا، وغادي دابا هذاك باولو اشيرتو قال هاد دكتور باولو اشيرتو قال لهم سوبيتو بروتوكولو ناسيونال، يعني خاصه دوك لي ريبارتي ديال الاماراتي انفيتيف ديال الطاليان كامل يادوطي بهاد لا تكنيك، هاد ثيرابي، هاد العلاج، هاد التريتمون اللي كنعطيو حنايا لي باتيانتي ديالنا. يعني بزاف الناس كذبوني من اللي قلت لهم نابولي في طريق الانتصار على كورونا فيروس، كذبوني وقالوا لي انت كتكذب وانت كذاب والى اخره. بزاف الناس راني عارف شكون مصيفطكم، راني عارف شكون مصيفطكم انتمايا، وانا راني ما كنكذبش على الناس، ما كنجيب هذا الشيء والا بمصداقيه كما كتشوفوا لور ديالي. انا ماشي كاهن ولا كاذب ولا غادي يجي لهنا نعطيك الكذوب ولا نجي نستحمر الشعب ولا نستحمر العقول الضعيفه ونلعب لهم على هذيك الضعف ديالهم ونلعب لهم على هذيك لابسيكو ديالهم ونقول لهم انا عندي دواك. منين عندك الدواء انت؟ منين شتي الدواء؟ منين شتي الدواء؟ واحد قال لي ياك، قال لي انت كتمدح الغربيين. كنمدحش الغربيين، هاد الناس فيرولوجي اطباء، فيرولوجي اطباء 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 بيولوجيين وفيرولوجيين كيفهموا في لي فيروس وهاد لي مالاتي انفيتيف، كيفهموا عارفين علاش كيتكلموا. ملي كيتكلموا على فيروس، ملي كيتكلموا على فيروس كيعرفوا علاش يتكلموا، مشخصين وعارفين وفاحصين وقارين عليه وعارفين لي مالاتي انفيتيف، عارفين علاش كيتكلموا، عارفين علاش كيتكلموا. ماشي واحد كينوض يقول لك عندي عشبه غادا تداوي لك، هو ما عرفش علاه يتكلم، طيحت ليه كوغرافيه ما يعرفش يقراها، وكيقول انا عندي دواك. اش من دواء عندك؟ لعنة الله عليك، اش من دواء؟ كذبوا على المواطنين وكتستغلوا الضعف ديالهم وتستغلوا الفقر وتستغلوا امهات ديالنا اللي كبار مساكن في السن ما قارينش وما عارفينش، اميين ما واعينش، كتستغلوا هذاك عدم الوعي وكتقادوا الهضره ديالكم بالدين وهادي والى اخره، وكتدخلوا الناس بالطريقه ديال الدين، كتهاجموا هذاك المساكن هذاك الايمان ديالهم، هما كيامنوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ومطمئنين بالدين ديالنا الاسلامي الحنيف، الدين ديال التسامح ودين ديال الرحمه ودين. انتم كتبروفيتيو في الايمان ديال الناس، كتلعبوا بالايمان ديال الناس، وكتستغلوا الدين كوسيله فين توصلوا لهاد الناس وفين توصلوا الايمان ديال الناس، وتوصلوا تلعبوا لهاد الناس الضعافه اللي ضعاف، كتلعبوا عليهم بهذيك التحرميات اللي ما فياش. انا ملي كنجيب لك ملي جيت دابا قلت لك راه نابولي عندها هذا العلاج بدات فيه ونجحت فيه، كنتكلم على اطباء وكنتكلم على ريبارتو دي كودونيو ديال لوز مالاتيا انفيتيفا ان لا زون اوسبيداليرا ديال نابولي. ملي كنهضروا على كودونيو كنهضروا على ناس كيقراو على حرفتهم هاد الشيء، خدامين في هاد الشيء، يعني فيرولوجي، ناس عندهم درايه وعندهم علم بداك الشيء اللي كيقول، وعندهم حالات تيستاو فيهم هاد الدواء هذا، يعني هاد التريتمون هاد لا ثيرابيا
اللي يعطوها بهذا الفارماكوتوشي توسيليزوماب توسيليزوماب هذا استعملوه كثيرابية انتي فيروس ديال هاد كورونا ديال الكورونا فيروس استعملوه مصابين بكورونا فيروس وراهم كيتوافقوا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هاد المهمة هذه ليكون نابولي ان شاء الله بشرة خير لإيطاليا والبشرية كاملة لان هاد الفيروس هذا غادي يولي بانديمية وكيهدد العالم كامل وكيهدد الناس كامل وكاينين مساكن ناس اللي دابا راهم انتوباتي تعقبينهم كي انتوباتي يعني جالسين كيحاربوا ما بين الموت والحياة يعني هنا ملي كنتكلموا على الصحه ديال المواطنين وكنتكلموا على الصحه ديال الانسان ما خاصناش نلعبوا بها وما خاصناش نستحمروا الشعب ما نبداو نكذبوا عليه وتنوض تا وتجي طلع لي انا بكومونتير وتكذبني فاش كذبت عليك انا فاش كذبت عليك راجع الفيديوهات كاملين اللي درت من نهار خلق فاش كذبت عليك لعنه الله وعليك واش انا كذاب واش انا كذاب كذبت عليك فاش كذبت عليك هاد الاخبار اخوتي اللي كنقول لكم غتمشيو ديروا نابولي كوره كورونا فيروس غتلقاو بان الاقوال ديالي كتنطابق مع هاد الاطباء هادو اللي خرجوا اليوم وراه كاينين ان بريمي باجينا في كاع لي جورنالي وكاع با سيروا على جوجل وديروا فارماكو فونسيوناتو كونتر الكورونا فيروس وغتلقاو هاد الكلام اللي كنقول لكم صحيح ما تخليوش يلعبوا عليكم ما تخليوش الناس يكذبوا عليكم ما تخليوش منعدمين الضمير والوعي يجيو يلعبوا علينا حنايا انا ما كنحملش هاد الناس هاد وانا لهم بالمنصات هاد الناس هاد انا بكل احتراماتي الاطباء نوتريسيونيستي الاطباء ديال التغذيه اللي صادقين في الكلام ديالهم وصادقين في داكشي اللي كيديروا فيه في الحدود ديالهم ديال نوتريسيونيست كيعطيو واحد لي ديزانتيغراتور الناس دي انتيغراتوري ناتورالي كيعطيو دوك العشوب ولا دوك المواد الطبيعيه اللي ممكن تكون في مساعده الناس باش تنوض تقول لي كنعاني السرطان طارق باغي تسطي شي واحد تايا كذبوا على الناس كنعالجوا وزلون كنعالجوا السرطان كنعالجوا كورونا فيروس كنعالجوا ما عرفت شنو وكتلعبوا على المناعه المناعه كوال المناعه الله كتطلع المناعه كدير المناعه المناعه كل على الخضره كل شويه ديال واحد تكون ريغولار الماكله ديالك تكون سليمه وما تاكلش داكشي المصطنع وسميتو راه غتجي به خير يعني هذه هي المناعه كتلعبوا على المساله ديال المناعه شويه ترجعوا للدين شويه كتدخلوا الخرافه الدين والايمان تدخلوا في شي حوايج هكا كاس ديال الماء غادي تصح ما كيس ما تمرض ولا شنو تمرضوا في عباد الله وتضلوا وللاسف شكون اللي كيطيح في هاد الناس كيطيحوا امهات ديالنا وامهات ديالنا مسنين اللي مساكن ما قارينش وما واعينش وما يعني جاهلين ما عارفينش كيبان لهم شي واحد كيهضر وداكشي كيصاحبوه طبيب وعالم وما عارف شنو الفيروس ملي كيديروا التيست ديال الفيروس كيشوفوا ملي كيهزوا ديك لا ساليفاسيون ولا الدم ولا اخره كيف كل الفيروس كيفاش كيديروا له التحليله ديالو كيشوفوا واش كاينين في الاول الفيروس كيدخل بواحد البيريود ديال 14 يوم ولا سيمانه ولا كل جسم كيفاش كيلعب فيه كاين واحد البيريود انكوباسيون الانسان كيكون صحيح لان الفيروس كيكون باقي ريتروفيرال وهو راه كاين موجود في الجسم ولكن ريتروفيرال ما كيبانش باش كيعرفوك بوزيتيف كيعرفوك بوزيتيف حيت ملي كيديروا التحاليل كيطلعوا دوك لي انتيكوربي دوك لي زانتيكورب ديال هذاك الفيروس كيسموه موجودين في الدم ملي كيسيبوا هذوك لي زانتيكورب في لا ساليفا ولا في الدم موجودين الاطباء كيكتشفوا ان ترك بوزيتيف الكورونا فيروس يعني داخل الفيروس للجسم ولكن باقي ان بيريود دي انكوباسيون باقي ما ولاش فيرالي كي كيولوا في الاول كيكون ريترو فيرالي وعاد كيولي فيرال ملي كيولي فيرالي عاد هما كيقدروا يهزوه ايزوليوه يهزوا داك الفيروس كيكبروه وكيقراو عليه كيدخلوا في الدراسه ديالو هذا الشيء انا كنقول لكم ماشي طبيب ولكن ثقافه عامه ولكن ما كنستعملش هذا الشيء انا باش نصب على الناس والعقول الضعاف واحد ما قاري تحرف كينوض يقول لهم عندي دواء اش من دواء عندك انت عندي السرطان عندي دواء عندي كورونا فيروس عندي دواء جي عندي الدواء المنظمه العالميه غدي لي الدواء انا اللي اكتشفت وانا اللي درت الكذوب اكتشافات ديال الكذوب تكذبوا على عباد الله ما عارفينش علاش كتكلموا نعطيناك عائكوغرافيه لا قريتيها انا نحيد من هذا اليوتيوب كاع ما نبقاش نعمرو كذبوا على عباد الله وللاسف كتستغلوا الضعف وكتستغلوا الفقر ديال الشعب وكتستغلوا ديك قله المناعه ديال الشعب مسكين ضعيف مقهور مقموع وكتستغلوه وكتبقاو تعطوه في الامراض والاسى انا ضد هاد الناس هادو ضد هاد النصابه فكريا على الشعب ونصابه فكريا على العقول الضعاف وكيستغلوا ضعف ديال المواطنين والفقر ديالهم وكيبقاو يلعبوا عليهم انا ضد هاد الناس انا ماشي ضد العطاره اللي كيبيع العطريه ماشي ضد العشاب اللي كيبيع العشوب وماشي ضد الاطباء نوتريسيونيستي ديال التغذيه اللي كيعطيو الريجيم للناس في بعض الحالات معينه كيقولوا
تاع عندك مثلا السكر هاش خاصك تاكل، تاع عندك هذا المرض هذا اشنو خاصك تاكل، تاع عندك المعده بعد على هذه المسائل. انا هاد الاطباء المتخصصين نوتريسيونيستي اللي عندهم شواهد كتثبت وكتشهد سنين ديال الدراسه اللي عارفين علاش كيتكلموا. المهم واحد ينوض يبدا ينصب علينا ويدير علينا وعدو ولا المصيبه، كتلقى مصيبه كاين الناس بزاف مستهدفين من طرف هاد النصابه الفكريين عليهم، وكيطيح هو في الفخ وكيولي نايض عندك الطاقه ما عارفش اش كتقول، اش كتكومونتي ضدي ما عارفش علاش كتكلم، ما عارفش اش كتقول. وعزم عزم مهم خوتي، نابولي في طريق الانتصار. نابولي ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ينجحوا ويتوفقوا من الله بهذا العلاج هذا، بهذا الطوشي لي زوماب، هذا لا ثيرابي تريتمون اللي داروه ان كولابوراسيوني مع اطباء ديال الشينوا، وغاديين كيحاربوا في هاد دوك لي مالاتيا دوك داك الفيروس ملي كيشد الانسان كيمشي كيضرب له لي بولمونيتي وكيضرب كيخلق هاد الامراض هادو. غادي النابوليطان نجحوا في هذه المساله هذه، راهم غاديين كيعالجوا في هذه الحالات، يعني الحالات ديال هذوك جوج باتيانتي راهم تحسنوا وجربوها في باتيانتي اخرين حتى هما غاديين كيتحسنوا. ودابا قال لهم هذا دكتور باولو اشيرتو قلبوا عليه في نابولي، قال لهم غادي تولي بروتوكولو ناسيونال للطاليان كامل، خاصو يبدا يعطي هذه الثيرابيا لهذوك الناس اللي مأزمين بالكورونا فيروس. هاد لا ثيرابيا ديال لانتريتي ديال المفاصل، هاد الادواء هاد توشيليزوماب اللي جربوه الشينوا وصابوه افيكاس ناجح، وجربوه النابوليطان صابوه افيكاس، ودابا هاد دكتور باولو ودكتور فينشينسو مونتيساركي وجيراردو بوتي وديريتوري سينتيفيكو بيولوجيكو او فرانكو اوغورارو دي بيولوجو تا هو، قال لهم هاد دكتور باولو قال لهم خاص هاد البروتوكول يولي ناسيونال، يعني نجربوه في ايطاليا كامله. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى نابولي تنتصر وايطاليا تنتصر والبشريه تنتصر على هاد الداء هذا ديال كورونا فيروس اللي ازم العالم وحابس كل شيء. يعني نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يشفي البشريه كل بنو ادم من هاد الداء هذا. شكرا اخوتي على حسن المتابعه، كان معكم اخوكم جواد خزازره اكسبو من مدينه نابولي، والسلام عليكم.